الانفصال العضلي ده زي ما احنا كنا عايزين نقول صحة المرأة مهمة جدا جدا يا جماعة. العلاج الطبيعي دلوقتي في حاجة اسمها تخصص كامل لصحة المرأة، الحمد لله ده التخصص بتاعي اللي هو الدكتوراه بتاعتي كمان فيه. فاحنا من اهم المشاكل اللي بنواجهها حاجة اسمها الانفصال العضلي بعد الولادة. الانفصال العضلي بعد الولادة ده ناس كتيرة جدا عندها وهم ما يعرفوش، كتير جدا يعني. بص بيقول لك بيصيب اكتر من 60% من الستات اللي ولدت من مره لاكتر من مره، يعني ممكن تبقى ولاده واحده تعمل لها انفصال عضلي، ممكن اكتر من ولاده تعمل لها انفصال عضلي. فالانفصال العضلي ده مهم جدا جدا ان احنا نعرف من الاول ان هو موجود عندنا او لا. بيحصل ازاي نعرفه؟ بفحص سريري، يعني البيشنت مثلا لو هي شاكه انها عندها انفصال عضلي بتيجي عندي بعمل لها فحص سريري بيتقاس بالاصابع. يعني مثلا ممكن عينه عندها 4 اصابع، انت متخيله العضلات البطن المفروض ان هي 6 باكس بتاعتنا اللي هي الرياضيين بتبقى عندهم 6 باكس بتبقى لازقه في بعض اللي هي زي باكس كده، اللي عندهم انفصال عضلي في الصوره كده بيبعدوا عن بعض. البعد ده بقى بيعمل مشاكل كتير جدا، هو مش هيبقى ملحوظ قوي بالعين المجرده، يعني هي المريضه مش هتعرف انها عندها انفصال بعينيها المجرده، ولكن زي ما احنا شايفين في الصوره كده بلاقي العضلات اللي هي الستكس باكس الموجوده الطبيعيه المفروض مقربه من بعض لا بدات تبعد عن بعض. البعد ده برده ليه مقدار، زي ما احنا قلنا ممكن 4 اصابع، ممكن 2، ممكن 3، من اقل يعني من حد 1.5 او 1 ده ممكن نعتبره طبيعي شويه، ولكن من اول 2 لـ4 ده يعتبر لازم نعمل له علاج. طيب ايه اللي بيحصل من الانفصال العضلي؟ برضو بلاقي المريضه دي طبعا عندها ترهل ممكن باين جدا في البطن. الحاجه الثانيه ان هي عندها ثقل او حاسه ان بطنها ضعيفه، حاسه انها مش قادره تعمل مجهود، كل ما تيجي تعمل مجهود تلاقي بطنها وجعاها او ظهرها وجعها، بيعمل الام في الظهر. تمام، تبقى عندها دايما هي مش مرتاحه، عضلات جسمها مش حاسه براحه مع اي مجهود مع اي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان هي لو اتسابت فتره طويله ممكن ناس يحصل لها في الحالات المتاخره فتاء، زي الفتاء في اللي هو خروج جزء من الامعاء من المكان بتاعه، طبعا ده ممكن بيعمل مشاكل خطيره جدا لبعض الناس تؤدي تركيب شبكه وعمليات وحاجات كتير قوي. معلش يا دكتور بالراحه كده لان الموضوع ده بجد بالزبط. يعني احنا كلنا كستات بقى محتاجين نفهمه. انفصال عضلي دي يعني جملة كده مش هتعدي علينا. أيوة كستات جملة. لا هي مخيفة على أيوة فكرة. أيوة. يعني حصل انفصال العضلات انفصلت عن بعض صح؟ مش بفوق بقى للجنب يعني كده. هي عارفة يعني جدار كده. البطن من قدام كده العضلات بتبقى جنب بعض لازقه في بعض. عايز اسالك ده نتيجه الولاده السيزيريان القيصريه ولا ده نتيجة الحمل نفسه؟ نتيجه تمدد البطن. تمدد البطن بالظبط. اي تمدد عارفه احنا لو جبنا بالونه ونفخناها وفي فالعضلات عملت كده عضلات قدام بالظبط هتبعد. في ناس بقى اللي هي اوريدي عضلاتها قويه هي كانت بتلعب رياضيات او عضلاتها كويسه دي هتلاقيها تلم بسرعه جدا بعد ما يحصلهاش انفصال، وفي حالات كتير ما شاء الله شفتها ما عندهمش اصلا انفصال. بس الغالبيه العظمى انا شفت بقى بنفسي من 80-90% من الحالات اللي ولدت مره خاصه لو اكتر من ولاده بيحصل لها الانفصال ده. ممكن تكون رفيعه على فكره، مش معناها ان هي مثلا تخينه او وزنها كبير او حتى كده. فهي الفكره في ايه؟ ان هو لازم نعمل بعد الولاده الاختبار بتاع اللي هو الانفصال العضلي ده، في يفضل هي لو شك عن عندها تعب او الم في ظهرها او كده. انا اي حاله الم ظهر دلوقتي بقيت لازم اعمل لها اختبار الانفصال العضلي. طب سؤال دلوقتي لو في ست بتتابعنا وشكت شكت من الاعراض اللي انت اديتيها دي، وانا مبسوطه قوي ان انت قلتي اعراض مرتبطه بحاله الانفصال العضلي ده عشان الستات تقدر تقيم حالتها او تشك يعني. بالظبط. هي مش تقدر تقيم حالتها، هي مش دكتوره، بس تقدر تشك انا ممكن يكون عندي ده فانا هروح اكشف او لا. ان بيبقى عندها الام في الظهر بالظبط، اسفل الظهر، اسفل الظهر، وعندها تحس بتعب او ارهاق وتقل، حسب تقل في البطن او في الظهر برضو. تمام، لان في انت عارفه الجسم مش ضعيف، قادره تقف اي كتير تمارين او اي مجهود هتعمله هتتعب، مش قادره تقف كتير، مش قادره تقف صح؟ كتير، وحسب تقل، حاسه بالم في ظهرها، حاسه انها مش مرتاحه وهي بتعمل انشطتها اليوميه. ما تيجي تشيل حاجه بتتعب جدا، لان انت لما بتشيلي خلي بالك اللي بيشتغل عضلات البطن وعضلات الظهر، فلازم الاثنين يبقوا اقوياء. عارفه انا بسميه جدار امامي وجدار خلفي، يعني عندنا الجدار الخلفي ده الظهر والجدار الامامي ده البطن، الاثنين مرتبطين ببعض. لو البطن ضعيفه الظهر هيتعب، لو الظهر ضعيف البطن هتتعب برضه، فهما الاثنين لازم نقوي الاثنين برينج معين، الظهر والبطن. طيب انا دلوقتي سمعت الحلقه دي وقلت خلاص انا اكيد عندي انفصال عضلي وانا هنزل حالا هلبس هدومي وانزل اروح الجيم. خلاص الجيم هيجيب معايا نتيجه؟ لا، كويس انك سالت السؤال ده عشان ده اللي كنت لسه هقوله. في تمارين بتزود الانفصال العضلي يا خبر، وفي ناس رياضيين عارفه الناس اللي هي جسمها عضلي دي اللي شكلها بتاع كمال الاجسام مثلا بيبقى عندها انفصال عضلي. ليه بقى؟ بعض التمارين الخاطئه بتزود الانفصال، وممكن رجاله يجي لهم الانفصال ده برضو من تمارين خاطئه، يعني اللي بيشيلوا مثلا اوزان تقيل او بيعمل تمارين بشكل متكرر بضغط على البطن عارفه هيبعدوا برضو عن بعض. الفكره في ايه؟
البعد ده بيجي نتيجه ان احنا يا اما البطن تمددت زي الحمل، او ان انا عملت تمارين خاطئه بشكل مكثف بشكل خطا، برضو هعمل انفصال، هبعد عن بعضها. مش معناها ان انا اقول بقى اي تمارين، بالعكس تمارين البطن اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي تقومي ترفعي راسك دي ما تنفعش خالص للانفصال العضلي، بالعكس دي بمنعهم منها تماما لانها بتزود الانفصال العضلي. فاحنا بناخد اولا حاجتين بقى مهمين جدا، العلاج بينقسم لحاجتين. القسم الاكبر في جهاز هايل جدا جدا بيعالج الانفصال العضلي بشكل امن وبدون جراحه وبدون اي الم، من 6 ل 12 جلسه، وممكن ناس يحتاجوا اكتر شويه، ممكن يوصلوا ل 16 او 18 جلسه، وانت قاعده كده بمنتهى الامان وبمنتهى الراحه، بيقوي عضلات البطن في مكانها، وده مناسب للوزنهم كبير واللي عندهم مشاكل في ظهرهم، لان ما ينفعش حاله عندها مشاكل في ظهرها اقول لها روحي اعملي تمارين بطن، تمارين بطن ممنوعه للي عنده نزلات غضروفي مثلا. فاحنا هنا بالذات بنبقى محتاجين تقويه للبطن بشكل مكثف ولكن بشكل غير مجهد للجسم، يعني زي ما احنا قلنا الجهاز ده ممتاز جدا، هو بيعمل تنبيه لعضلات البطن فبيبداوا يرجعوا تاني. وانا شفتها، انا بفضل متابعه معاهم بقيس الانفصال بالاصابع زي ما انا قلت لك، ممكن مثلا يبقى اربع اصابع، بعدين بعد كام جلسه بقى ثلاثة، بعدين يبقى اثنين، بعدين يبقى واحد، بعدين خلاص بيبقوا تقريبا لزقوا في بعض تاني يعني بمنتهى الامان. التمارين بقى زي ما احنا قلنا الجزء التاني من العلاج هيبقى التمارين العلاجيه، ولكن بشكل برضو مدروس، ما ينفعش اروح الجيم خالص اخد تمارين للبطن خاطئه لانها ممكن تزود من الانفصال. يعني الست اللي حاسه ان بطنها مترهله ممكن يكون عندها، رغم ان هي وزنها كويس جدا، ممكن يبقى عندها ما يكونش برضه يعني خلي بالك انفصال عضلي انفصال شبكي بتاعي انفصال عضلي، لان هو ممكن طبعا وتكون الترهل ده حاجتين، طبعا هو غالبا بيزيد مع الانفصال العضلي لان هي وعلى فكره ما بنعالجه، وعلى فكره ممكن يحصل انفصال شبكي. لا مش درجه مش ممكن، مش انت قلتي حياتك بيحصل انه ممكن نركب شبكه ويحصل شبكه لا الشبكه دي بتبقى كدعامه للبطن، يعني هو بيركبوها بعد الفتاء والحاجات دي، طبعا يعني ما هي دي المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجه ان احنا سيبنا كتير لوقت طويل الانفصال العضلي. بالظبط بس هي بتبقى كحاجه بتدعم البطن يعني. ولكن احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا في تمارين خاطئه ممكن لو عملناها تزود ده، فمش اي حد يقولي طب اعملي تمارين بطن اللي هي هخش على النت نجيب تمارين البطن دي، بالعكس هتزود من الانفصال العضلي. في كل حاله بعمل لها برنامج برده خاص بيها. على فكره انا سالت السؤال ده لان انا متاكده ان الستات اللي قاعده بتتابعنا دلوقتي وسمعت عن الانفصال العضلي وشكت ان هي ممكن تكون بتعاني من انفصال عضلي، هتطلع على طول التمارين من على النت بتاعه البطن وتعملها. كويس. لا ده ممكن يضر. بالظبط هو فعلا في بعض التمارين ممنوعه تماما للي عنده انفصال عضلي، وبعض التمارين ممنوعه للي عنده انفصال عضلي وعنده الم في الظهر. يعني ممكن لو جايلي حاله برضو عندها الاثنين، ما ممكن تبقى جايلي بقى بمرحله متقدمه جالها انزلاق غضروفي او خشونه في فقرات الظهر او ما الى ذلك مع الانفصال، برضو لازم اديها تمارين معينه. كل حاله ليها البرنامج بتاعها، مش حاجه ثابته يعني. طيب هو كبر حجم البطن ده ممكن بشكل او باخر ياثر على الظهر وعضلات الظهر؟ بالظبط انا على فكره انا كنت سالت الدكتوره بتاعتي عن الموضوع ده اصلا باي ذا واي، يعني اللي هي ان كل ما عضلات البطن تبقى قويه وكلها ما تبقى مشدوده ده بيقلل من الام الظهر. عملنا الدراسه دي على بعض الناس، لقينا فعلا الناس اللي اهتمينا بتقليل سمنه البطن الموضعيه كسمنه كدهون وقوينا عضلات البطن كمان، لقينا ان فعلا لقينا نتيجه هايله جدا على تحسين الام الظهر.